كان كبير ورجع صغير، هاد الشي اللي تيبان ليا. يعني هذه المقولة دي واحد السيد اللي في عمره دابا 42 عام ودايما خايف يتزوج، هو تيعتقد كما تيقول تيبان لي، يعني تيبان له هو بأن يعني الذكر ديالو كان كبير ورجع صغير، وتيعتقد تيبان له كما تيقول على أنه عنده القذف السريع. سولته قلت له يعني عمك يعني عندك كان شي علاقة؟ قال لي في حياتي عمري ما كانت عندي حتى شي علاقة مع شي مرأة. قلت له ايوا كيفاش؟ قال لي انا تندير العادة السرية صافي. قلت له ما يمكنلكش تحكم على راسك ان عندك قذف سريع حيت تدير العادة السرية. فوقاش نهضروا على القذف السريع؟ ملي تكون عندك شي علاقة جنسية ماشي بيديك، ماشي بالعادة السرية، ملي تكون عندك علاقة جنسية مع المرأة، يعني مع البنت، يعني بحال دابا انت مجوج وتتنعس، يعني دائما تدير علاقات وتتقذف يعني اكثر، يعني مثلا داك المشكل تيوقع اكثر من 50%، دائما تتسبق اكثر من 50%، ماشي نوبه واحده مثلا ولا جوج. حسب الا نعستي مع الزوجه ديالك 10 النوبات وفي 8 النوبات ولا 7 النوبات هي اتت الشهوه ديالها الحمد لله، اذا هذا ما تيتسماش قذف سريع، ماشي بحال دابا مثلا جوج ولا ثلاثه. كاين هو قال لي انا تيظهر لي، حيت هو مثلا بعد نوبات بعض الرجال يعني تيقول لك يعني تيعتقد على ان كان كبير عنده الذكر ديالو ورجع صغير. قلت له شحال فيك في الطول؟ قال لي انا فيا 1.86 متر. قلت له واش عمرك نقصتي من الطول ديالك، يعني نقصتي 10 سنتيم؟ قال لي لا. قلت له وداك الشيء بحال هكاك، الذكر ديالك حتى هو يعني داك الشيء من تتبلغ مثلا الطول اللي تيكون فيه تيبقى هو هو، ما يمكنش يكون كبير ويرجع صغير الا الا كان شي مرض مثلا بحال مرض ديال لابيغوني مثلا، ملي تيكون الذكر تيعوج بحال هكا، يعني ماشي تيصغر ولكن تيولي عوج، والذكر هو ما خصكش تحكم عليه مثلا ملي تيكون منكمش، لان تيكون بحال غلاله تيدخل ويخرج، يقدر بعد نوبه تيكون منكمش مثلا يلا في سنتيم ولا جوج، ومن تينتصب يولي فيه 13 14 15. اذا هو تيقول لي انا بان ليا وظهر ليا. ثم الناس اللي سمان مثلا، حيت هو يعني راجل سمين فوق 100 كيلو، الناس اللي تيكونوا سمان مثلا داك السمونيه ديالهم بعد النوبه تتخطي الحجم ديال الذكر، وتيجيب له ربي بان الذكر ديالو يعني راه صغار وهو ماشي صغير. اذا هاد القضيه ديال هاد الراجل هذا مثلا في هاد الحاله انه خايف يتزوج، لان تيعتقد وتيبان له على ان الذكر ديالو كان كبير وكان صغير، وتيبان له وتيعتقد على ان يعني عنده القذف السريع، وهو تيدير فقط العادة السرية هي بيديه، وعمرو في حياته ما كانت عنده شي علاقة مع شي مرأة. إذا هاد الاعتقادات كلها خاطئة. قال لي واش ناخد شي دواء ولا ندير شي عملية؟ قلت علاش تاخد دواء؟ ما تاخد لا دواء لا حتى شي حاجة، الحمد لله الذكر ديالك يعني لأن فحصته عن طريق الواتساب، يعني الذكر ديالك طبيعي، الخصيتين ديالك الحمد لله طبيعيين، يعني القذف ما عند القذف ما تيتسماش قذف سريع لانك انت تدير بيديك، يعني ما تقدرش الواحد يدير بيدو ويقول انا عندي القذف السريع، ما يمكنش. يعني طبعا قال لي شنو النصيحه اللي تقول ليا؟ قلت له حسك توكل على الله وتزوج، عمر الذكر ما تيكون كبير ولا صغار، وعمر القذف السريع ما تنهضروا عليه الا كنتي زعما تتقيسو بيديك وتدير العاده السريه. اذا شكرا لكم على المتابعه ديالكم، تنتمنوا تشاركونا فيسبوك دكتور بنياشو، انستغرام دكتور بنياشو، يوتيوب دكتور بنياشو. موعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل، نقوم بفحوصات عن طريق الواتساب فقط للفحوصات وليس ماشي للاستشارات، ما نجاوبكمش على التليفون. رقم الواتساب 06 64 00 95 50، 06 64 00 95 50، وشكرا لكم.